حبيبي بالبنط العريض. اهلا بيكم، معاكم زينب نجم من قناة كذا لون. النهارده هنرسم طريقة تظليل صورة الفنان حسين الجسمي. ازاي هنظللها؟ هنستخدم الالوان اللام الفحم والبنسل والأداة اللي بنحدد بيها، بنحفر بيها في الورق، اللي هي أداة الضغط على المعادن والضغط على الورق. الأداة دي بنستخدمها في الضغط على المعدن لما جاي أعمل شيء مجسم على رقائق الألمونيوم مثلا. فهنستخدمها النهاردة في الرسم، إن أنا هحفر في الورق الشعر. بعد ما بحفر الورق الشعر على الورقة، بظلل. لو أنا عايزة الشعرة تطلع بيضة خالص بلون الورقة، بعمل الحفر دي الأول وبعدين بظلل بالغامق. لو أنا عايزة الشعرة يكون لونها جري، مش فاتحة قوي، مش بيضة بلون الورقة، بظلل الأول كل المساحة وبعدين أرجع أعمل الخطوط بتاعة الشعر. يعني بركز، انا بركز، طبعا مش شايفين اي حاجه في اللي انا بعمله، بس وانا بعمل الشكل دوت اركز الخطوط فينها وماشيه مع اتجاه الشعر ازاي، علشان اما اجي اظلل ابقى انا عارفه هتطلع ازاي. فالتظليل الاولاني بالفاتح مش بتبان الخطوط دي خالص، بتبان لما ابدا احط الغامق. ودلوقتي احنا في المرحلة الاولى عملنا التظليل بالقلم الرصاص، وبعدين عملنا الخطوط، وبعدين دلوقتي بغمق درجة تانية بالبنسل اللي هو 4B. ومش مهم عندي ان انا اطلع الشكل، يكون التظليل يكون ناعم او في اتجاه واحد، لانه مش بيبان. لحد دلوقتي الخطوط اللي احنا عملناها مش شايفينها قوي، بس ظاهرة في بعض الاماكن. لما انا بعمل تظليل فوق الخطوط اللي انا عاملاها، الحفرة اللي عملت فيها التظليل ده ما بيوصلهاش البنسل، فبالتالي بتطلع خطوط افتح من التظليل. هنا هتبان معايا اكتر لما ابدا احط الغامق، لما احط الاسود او السكس بي يبقى شكله ازاي. وانا بشتغل بلاقي حتت عايزة اضيف ليها خطوط تانية، محفورة تانية، ببدأ اشتغل بيها. ايديا طبعا تحتيها ورقة عادية، اي ورقة موجودة عندنا، على اساس انه ما توسخ ليش الرسمة. شايفين هنا بدأت الخطوط تبان، الحفر تبان. لما كل ما انا احط الغامق الاسود يبان عندي الخطوط اكتر اللي انا عاملاها في الورقة اللي هي التظليل. دي بنستخدم الخطوة دي بدل ما انا اظلل كله وبعدين ارجع تاني امسح بالمساحة الخطوط عشان يبين لي الاضاءة اللي موجودة في الشعر. نستخدم المرحلة دي، بتقلل من، يعني بتقلل استخدام المساحة كتير في ان انا اطلع خصل الشعر والاضاءة اللي موجودة فيها. شايفين بدأت توضح دلوقتي هي ان في عندي خطوط غامقة وخطوط فاتحة، في حتت بيضة وفي حتت غامقة. واتجاهات الشعر طبعا ما بعملهاش بمزاجي، حسب الصورة اللي قدامي انا بعمل اتجاهات الشعر.